بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحن في هذه الأيام أيام غزوة بدر الكبرى. لقد أخرجت قريش أولئك الذين اعتنقوا الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، أخرجوهم من ديارهم شر مخرج، وأساءوا إليهم فاستولوا على أموالهم وديارهم، وآزوهم في أنفسهم وأولادهم وأهليهم. آزوهم أبلغ الإيذاء، وأبلغ ما يؤذي إنسان إنسانا، وليس مما ينبغي تجاهله أو التغافل عنه أن الإنسان إذا قدر أن يسترد ماله المنهوب فإنه يكون مقصرا في حق نفسه وأهله وولده تقصيرا مبينا إذا لم يعمل على استرداد هذا المال. شخص سرق منك مالا ثم استطعت أن ترده، فأنت مقصر إن تركت هذا المال، أو ما يستعيض به عنه ويكون بديلا عنه. والذين يتجاهلون هذه الحقيقة يتجاهلون الفطرة الإنسانية المستقيمة. نحن الآن سنعود بذاكرتنا إلى ما قبل 1400 عام، نعود إلى المدينة النبوية لنشد الرحال إلى المسجد النبوي، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستأذن بالدخول عليه لنستمع إلى ما يقول لأصحابه. فعلينا بالأدب التام والإطراق وكأنما على رؤوسنا الطير. سمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، فندب المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقال له الصحب الكرام: نعم يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام وخرجنا، ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان فرسه حاضرا، لذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها.
وكان عددهم 300 رجل وثلاثة عشر أو 15 أو 17 أو 19 رجلا، 300 ونيف لا يزيدون على 19. 240 من الأنصار والباقون من المهاجرين، معهم 70 بعيرا، فاعتقبوها وفرسان فقط. 70 بعيرا وفرسان ب300 ونيف. الآن ننتقل لنشهد كيف يتعاقبون هذه الجمال. كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل 3 يتعاقبون على بعير. فعندما جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب أو في المشي، عندما جاء دوره في المشي، قال له أبو لبابة وعلي: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ونزل ماشيا. هذه أخلاق السادة مع المسودين: تواضع وشعور بالإنسانية والمساواة بين القائد وبين جنده. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يبقى راكبا، بل نزل ومشى. لقد كان أبو سفيان متيقظا للخطر من جانب المسلمين، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدر، واتجه إلى طريق الساحل غربا، ونجا من الخطر. وكان قد أرسل إلى مكة يستنجد بقريش، وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها، لإنقاذ القافلة ولتلتقي بالمسلمين في حرب قاضية على قوة المسلمين. ثم لما نجا أرسل إلى قريش يخبرهم بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة. الآن نعيد الذاكرة ونشهد أهداف المشركين التي يمليها عليهم قائدهم فرعون هذه الأمة. هم جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف لنا القيان، المغنيات الراقصات، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. هذه هي أهداف المشركين: الأكل وسقي الخمر والعزف والقيان والأبهة والعجرفة
لتسمع العرب بأنهم شجعان لا يغلبهم أحد. وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر، ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، وكان عددهم 1000 رجل. وبلغ خبر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار أصحابه. كانت القضية أخذ ما فقدوا من أموالهم، انتقلت القضية إلى حرب طاحنة بين المشركين والمسلمين. فخشي فريق من المسلمين المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة، ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم. فجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقنعوه بوجهة نظرهم، حوار وجدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بأدب. لذلك رجعوا إلى الحقيقة الواضحة. وفيهم نزل قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. جاء الآن دور قادة المهاجرين. تكلم قادة المهاجرين بعد الجدل الطويل، رجعوا إلى الحقيقة، وقال المهاجرون وأبدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو، منهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو. نلتقي الآن مع واحد منهم، مع المقداد بن عمرو، لنستمع إلى رأيه الذي يقول بين يدي القائد العام. يقول المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد. موضع بعيد من طريق مكة إلى اليمن. لو سرت بنا برك الغماد لجالدنا معك، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. سر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بآراء بعض قادة المهاجرين، حيث هم يمثلون المهاجرين وهم قلة، يريد أن يسمع رأي الأنصار الذي هو قد هاجر إليهم. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار ولكنه لم يصرح، وهم غالبية الجند. ولأن نصوص البيعة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليهم لم تكن في ظاهرها ملزمة
لهم بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. سعد والأنصار أذكياء، فطناء، فهماء. أدرك سعد ابن معاذ حامل لواء الأنصار مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أولئك الصحب سادوا في العلا وبنوا بيتا من المجد فوق الأنجم الزهري، من ذا يناظرهم؟ أو من يشابههم؟ أو من يشاكلهم في أحسن السير؟ فازوا بصحبة خير الخلق كلهم، فأحرزوا قصبات السبق والظفر، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهلل وجهه الذي هو كالبدر، الشمس تشبهه، والبدر يحكيه، والدر يضحك، والمرجان من فيه، الشمس تشبهه، والبدر يحكيه، والدر يضحك، والمرجان من فيه، ومن سرى وظلام الليل معتكر، فوجهه عن ضياء الدر يغنيه. تهلل وجه رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ننتقل الآن إلى بدر، ننتقل إلى بدر، من المدينة إلى بدر، إلى مكان المعركة، لنستمع إلى عمر رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر، مكان مقتلهم، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم، كانت أرض رملية وقفوا فيها لا يستطيعون السير فيها، وجعله وبالا شديدا على المشركين. وفي هذا قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. المكان الذي نزلوا فيه لا يصلح لسير المعركة. لما؟ لأنه مكان فيه رمل ولا يستطيعون الحراك، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر وأنزل الماء فتطهروا وشربوا وهكذا. الآن نشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في المعركة الآن قبل أن تبدأ، نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسوي الصفوف. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه مقدمة ومؤخرة. بعد أن قام بالاستطلاع وبمعرفة عدد جنود المشركين وتحسس الأخبار عن عددهم ومجيئهم وعن أماكنهم، الآن لنتعرف على الطريقة التي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. في المعركة قاتل المسلمون على أسلوب قتال الصفوف، صف بعد صف وهكذا، كما حث عليه القرآن بقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تكون الصفوف الأمامية، طريقة الصف، تكون الصفوف الأمامية مزودة بالرماح لصد هجمات الفرسان، والصفوف التي بعدها المتعاقبة الأخرى مزودة بالنبال. إذن الصفوف الأمامية هم أصحاب الرماح، الصفوف الخلفية هم أصحاب النبال لتسديدها على المهاجمين من الأعداء. وبعد ذلك، بعد أن تبدأ المعركة، يعطي القائد العام أوامره في زحف الجنود، دقة في التنظيم متناهية كما أمر الله تعالى. هذا الأسلوب في القتال يعطي القيادة القدرة الفائقة للسيطرة على الجند. الآن ننتقل إلى طريقة قتال المشركين. ليست طريقتهم على طريقة صف الصفوف، وإنما المشركون كانوا يقاتلون بأسلوب الكر والفر، بأن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو بالرماح والنبل والسيوف مشاة وفرسانا، فإن صمد لهم العدو أو أحسوا بالضعف نقصوه رجع، ثم أعادوا تنظيمهم وكروا، هذا الكر والفر وهكذا. وهذا الأسلوب يجعل القائد يفقد السيطرة على قواته، كما أن أسلوب الصفوف يتميز عن أسلوب الكر والفر بأنه يؤمن ترتيب القوات بالعمق، فتبقى دائما بيد القيادة قوة احتياطية يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان. قد يفجأ الجيش أمر، فهذه الطريقة تساعد القائد في حل مشكلات الجند. نحن الآن نشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويطمئن على الجنود،
استعرض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل القتال. انتبه الآن لنشهد مشهد جندي صغير يحاور الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القائد العام لمعركة بدر. كان الرسول يصف الصفوف وبيده عرجون قضيب عند تعديل الصفوف، فأصاب بالقضيب سواد بن غزية الأنصاري في بطنه، كان مكشوف البطن فأصابه لأنه كان متقدما في الصف، وقال له: استوي يا سواد. اسمه سواد، ماذا نتوقع من سواد؟ عليه أن يستوي، ولكن هذا الجندي لم يتردد في أن يطلب حقه، فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق فأقذني من نفسك، يعني مثل ما أصبت بطني علي أن أصيب بطنك. لم يتردد الرسول القائد العام لغزوة بدر الكبرى بإعطاء القضيب للجندي الصغير ليختص منه، ما حاوره وما ناقشه وما جدله، قال: خذ هذا القضيب اختص مني. قال: يا رسول الله، أنا مكشوف البطن وأنت عليك ثوب، فأريد أن أختص منك وأنت مكشوف البطن. فرفع الثوب عن بطنه وقال: اقتص مني يا سواد. عدالة، وسطية، مساواة. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام القائد قال له: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، القتال الآن سيدور، ولا أدري أن أنا أكون في عداد الموتى أم أكون في عداد الأحياء، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جسدي جسدك وجلدي جلدك يا رسول الله. إنها حيلة من ذكي فطن يعرف كيف يكتسب مواقف الحياة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ننتقل الآن إلى أحد زعماء الأوس، وهو الذي يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسه السوء، ولا يخاف على نفسه ولكن يخاف على رسول الله، وهو سعد بن معاذ زعيم الأنصار. قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، في قمة الجبل، عريش أو في قمة مكان مرتفع تجلس فيه وتراقب سير المعركة، ونعد عندك ركائبك، فرس، جمل، خيل، أصحاب يحرسونك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى عدم النصر جلست على ركائبك
فلحقت بمن وراءنا في المدينة، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بها إن رجعت إليهم، يمنعك الله بها، ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني للرسول صلى الله عليه وسلم عريش على تل مشرف على ميدان القتال، وكان معه الصديق رضي الله تعالى عنه يحرسه. الآن ننتقل إلى صفوف المشركين لنلاحظ ما دار بينهم. دار بينهم الانشقاق حينما وصلوا إلى بدر، والاختلاف والتفرق والتضعضع. قال زعيمهم عتبة بن ربيعة: يا قومي، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم، وفيكم خير، يا قوم اصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم، وارجعوا. فسمع ذلك أبو جهل فرعون هذه الأمة، فقال: أنت تقول هذا يا عتبة؟ أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقولها لأعضضته، يعني عض هنا أبيك بدون كنية. قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعني يا مصفر السه؟ ستعلم اليوم أينا الجبان. بدأت المعركة الآن. جاء تقدم ركب المشركين، فخرج ثلاثة من فوق